وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ظافر محمد العجمي. مرحبا بك دكتور ظافر، هل يمكنك أن تحدثنا عن استضافة هذا الاجتماع على أرض مملكة البحرين والذي يشكل دور محوري في تعزيز الأمن والسلم الدولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة المتحدة مهم جدا. الاجتماع يحقق أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية لمملكة البحرين، وهذا الهدف هو تنمية وتعزيز الروابط والعلاقات بين مملكة البحرين وكافة الدول والهيئات العربية والدولية، فهو يحقق أحد أهداف السياسة الخارجية. يثلج الصدر طبعا أن مملكة البحرين الشقيقة تجاوزت مرحلة المشاركات الفعلة في المنتديات والمؤتمرات الدولية إلى مرحلة استضافة مثل هذا التجمع بثقله وجدول أعماله اللي اطلعنا عليها، ومن بينها مواد أو محاور مهمة جدا: الأمن السيبراني، مكافحة الجرائم الإلكترونية، حفظ السلام والأمن الدوليين. طبعا بالإضافة إلى إصلاح الأمم المتحدة نفسها واللي طالب فيه العالم أجمع بخطة تنمية مستدامة للأمم المتحدة أو إصلاح النظام الداخلي كله. ففي تقديري أن السياسة البحرينية تعرض وجها آخر من وجوهها سياسة البحرين الخارجية، وهو الانفتاح كإحدى مرتكزات السياسة الخارجية البحرينية. وطبعا البحرين بذلك تظهر تمسكها بوجهة نظر الشرعية الدولية وأنها جزء من العالم المتحضر. نعم، من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ظافر محمد العجمي، شكرا جزيلا لك.